الجزء الأخير بالتأكيد دلوقتي هنستعرض مع بعض إجابة كل السادة المشاهدين على سؤال طرحناه في بداية الحلقة. نعم. وجه رسالة لنجوم المنتخب قبل مواجهة كاب فيردي وبتسوانا. تعال معانا يا كريم نشوف تعليقات الجمهور على سؤال الحلقة، والنهارده عندنا أكثر من رأي. مجدي رياض بيقول الرسالة للكابتن حسام، بلاش مبالغة في الدفاع، الفرقتين في المتناول عشان تسطر تاريخ لا يمحو مع الزمن. يوسف طبعا يجيب العلامة الكاملة من الست مباريات. نشوف رأي تاني معانا، شمس الأصيل بيقول عهدناكم رجال فكونوا أبطال، أكبر من المسؤولية. تعليق تاني معانا، أحمد بيقول اعملوا اللي عليكم يا رجالة وإن شاء الله تكسبوا بالتوفيق إن شاء الله، بس أنا عايز أعرف ليه حسين الشحات وإمام عاشور ما انضموش للمنتخب؟ والله إحنا بنسأل زيك يا أبو حميد. محمد فيومي بيقول تمنياتي بالتوفيق والإجادة لإعداد نجوم جدد يكون احتياط استراتيجي للمنتخب في حالة احتياج عنصر أو أكتر خلال البطولات القادمة إن شاء الله، وتوجيه عتاب للكابتن حسام ابتعد عن الحب والكره في مسيرتك مع المنتخب. في تعليقات تانية، شريف بيقول بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب مصر وللكابتن حسام حسن. أنا شايف التعليقات كلها بصراحة إيجابية جدا. يوحنا بيقول بالتوفيق وتكملة المشوار بعد الصعود لنهائيات وفرصة للمنضمين حديثا. طيب تعليقك يا كريم سريعا. اكيد طبعا، يعني العلامه الكامله للمنتخب، شغل ممتاز من الجهاز الفني الكابتن حسام حسن مع المنتخب، في عندك 4 انتصارات، 10 اهداف، 0 اهداف مستقبله، كلين شيت 4 مباريات. وكل ما انا بحييه ان هو في القائمه الحاليه جنب مشاكله الشخصيه مع عمر كمال واستدعاء المنتخب، وهاخد هقتبس من الصديق العزيز اللي نصح كابتن حسام بالبعد عن الحب والكره طالما انت مدير فني المنتخب. مدير فني منتخب مصر حاجه ومدير فني النادي حاجه تانيه. استاذ كريم سعيد نورتنا وشرفتنا.